36 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في ريكاب جديد، ريكاب مخصص كله للجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى. الجولة ذي كواليسها، نقاط الحوافز تكون خذاء أكثر نقاط، ولكن الأهم زاد الكواليس متاع المباريات. التصريح الناري لماهر الكنزاري، تنحاولوا نفهموا شوية شنو التصريح هذا وشنو المرض متاعه، واختيار غيث الوهابي كأكسيال في ظل تواجد زين الدين سياسي في الترجي الرياضي التونسي، وبرشا أخبار أخرى. المباراة زاد اللي انتهت بخمسة أهداف لصفر ما بين الاتحاد الرياضي بن قردان وقواف القفصة. شنو الأسباب باش نرجع عليها بمعلومات خذيناها من فريق قواف الرياضية بقفصة؟ كل هذا وأكثر باش نرجع عليها مع ضيوفنا اليوم. برا نبدأ باليسار خطر عنده أسبوع تقريبا ما مريناش، من عم ناول وسام سلام. وسام مرحبا بك. مرحبا مرحبا بالأخيان وبالمستمعين. عودة ميمونة ما شاء الله، هك ناشت انت. معنا زاد كما العادة طارق الغديري محللنا الرياضي والصحفي، صحفي البرنامج. سي طارق مرحبا بك. مسك بالخير أحمد، تحياتي ليك وسامة والأولاد كل عام وانتم حيين بخير، وتمنياتي بالشفاء لبنت مرتضى بن والناس، الله ربي يشفيها ويطمن قلبه عليها ان شاء الله. ربي يشفيها مرتضى بن والناس، كان غادر المنتخب الوطني التونسي ورجع لتركيا في يعني بعجاله، برجع فيسا على خاطر بنته مريضه، ان شاء الله ربي يشفيها مرتضى بن والناس. وتم تعويضه بسيف الدين الجزيري. معنا زاد اليوم في الاخراج الاذاعي دالي، في الاخراج الرقمي طه، بحذان علي زاد اللمسي، ووائل في التنسيق الهاتفي. لحظات ونبداو نحكيو على الرابطه المحترفه الاولى. Récap Sport. Récap Sport. Cool duo, Melissine et Jamin, mais c'est un os de savoir par la chaîne. اليوم تلعبت الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى في المجموعة الأولى. الأولمبي البيجي ينهزم في تبرقة أمام نادي الإفريقي 1-1، مستقبل سليمان ينهزم في سليمان أمام النجم الرياضي الساحلي 2-1، وفي بن قردان الاتحاد الرياضي ببن قردان يفوز على قواف القفصة 5-1. الأهداف الخمسة كانت في الشوط الأول. في المجموعة الثانية الترجي الرياضي التونسي تعادل مع النادي الرياضي بنزرتي 1-1. ومن بعد نرجعوا زادة في المافيولا، هل كانت ضربة جزاء النادي الرياضي بنزرتي صحيحة وإلا لا؟ باش نحكيوا زادة على مباراة النادي الصفاقسي واتحاد الرياضي المنستيري وتشكيات من التحكيم. التعادل، المباراة هذه انتهت بالتعادل 0-0، ونجم متلوي ينهزم أمام مستقبل المرسى 1-1. بخلاف هذوما كل زادة باش نحكيه زادة على حاجات جديدة تخص ملف المدرب القادم للنادي الإفريقي. كل هذا وأكثر كما قلنا باش نحكيه فيه مع طارق وأسامة. خلنا نبدأ بمباراة الترجي الرياضي التونسي ونادي الرياضي بنزرتي 1-1 انتهت المباراة هذه. شمس الدين الذوادي كان سأل زميلي معاذ بوطار على الاختيار على كونه غيث الوهابي هو اللي يكون لاكسيال في ظل تواجد زين الدين سياسي في الافكتيف. شاركنا برشا ملاعبين اللي ما عندهمش ريتم في ساقيهم، هذاك علاش معناها ما شفناش ريتم كبير، ومازال معناها الوقت قدامهم باش يخدموا اكثر، خاصة الماتش هذايا معناها يراجعوا رواحهم، وان شاء الله معناها نشوفوا الترجي الرياضي التونسي خير بعد الفترة هذه ان شاء الله. بالنسبة لسياسي كيف معناها تعرض الاوجاع في الفترة الأخيرة، خيرنا باش نشوفوا غيث معناها مش جديد عليه البوست هذايا اللي لعب فيها قبل في ليكيب ناسيونال، نجم يكون معناها مستقبله في اللاكس. به في 10 ثواني طارق اختيار كانوا غيث وهابي يكون هو في لاكس وقت الاساسي، قال ما انتظمش في التدريبات وكان مصاب وينجم يكون مع منتخب اكسيال. تصريح عجيب، لانه في ماتش المرسى كنت تفكروا برشا ملاعبين ما عندهمش ريتم تاع ماتشات في ساقيهم وجربتهم الترجي، فهمتش علاش معناتها اليوم ماتش ما غير حتى رهان بالنسبه لزوز فريق. هو قال ما انتظمش في التدريبات ومصاب، على ما نعرف الزين الدين السياسي قاعد يترنى في الايامات اللي فاتت، ما نعرفش. ما تصورش مدرب مساعد باش يخرج يعطي معلومه وهو مش لا مش على هو راه مش تكذيب للمدرب، ولكن التبرير ما هو ما اقنعنيش انا شخصيا. واضح باهي تبريرك ما اقنعكش تبرير شمس الدين الذوادي. بطبيعه التصريح كامل تلقاه على صفحتنا سبور باي موزايك. في المقابل ثم تصريح عمل ضجه اليوم، بوليميك كبيره، هو تصريح ماهر الكنزاري، نسمعوه مع بعضنا مليح وما بعدش علق عليه وسام السلام. الشيء الخارج في تونس في الاوقات الاخرانيه اللي ما عادش فما صبر، يعني الناس كلها هبلت على الريزلتا، الناس كلها تحب المانيا وتحب الريزلتا. شو نقول لك معناتها اذا كان باش ندخل نحكي في حديث تو نولي انا غلط ولا حاجه، لكن حتى حد ما عاد معناتها يقبل بالخساره، حتى حد ما عاد يقبل بالماتش نول، حتى حد ما عاد يقبل بماتش سان ماتش با، معناتها لا ديفيز اللي قاعده تدور اللي تو الموند كيتيكي، تو الموند خايب، الناس كلها خايبه، يعني ما عندناش ملاعبيه، ما عندناش اوتونوريت، ما عندناش مسؤولين، دونك شنو جو نسي با معناتها سيتان تو ماهوش لو بوبليك، ماهوش لو بوبليك كهو، لو بوبليك من حقه باش يتكلم ويطالب وكذا، لكن ثم كراهيه، ثم حقد تحسه في الناس، يعني حتى في لي بلاتو تي نتاع التلفز، يعني معناتها تحس ناس تنتقد في ناس مش حاجه اوبجيكتيف، يعني تحس فيها الناس خايبه، يعني شو نقول لك معناتها
بعد يقعد سكت العام يتسير الناس تسمع ان المواطن العادي اللي في الاستاد والولد اللي قاعد مسكين من عنده ساعتين يمشي الاستاد ولا مسبح ويمشي كي يبدا يسمع في الكلام هذا سي نورمال يصير يمشي ديفياسيون تاعو تصير يوجهوه تولي تشوف معناتها تشوف اليوم معناتها ولا في ماتشات معناتها الناس كلها كيديكي معناتها طارق اللي يعطي هذا ترافايين مش هو وغيره معناتها مش هو كهو معناتها حتى في الكلوب الاخرين يعني تحس ثم اورينتاسيون ولا ثم توجه صحيح انك نقموا الناس ونطلعوا ناسيونال الناس كلها حتى ما فرحان حتى حد شنو هي الحكايه والناس اللي توجه في الراي العام ما يعرفوش يلعبوا كوره ولا لعبوا كوره ولا غناوا ولا تغناوا حتى كي كانوا يلعبوا ما يعرفوش يلعبوا برشا منهم مش ما نقولش الناس الكل ما يعرفوش يلعبوا كانوا نقصت في برشا كل شيء نقص نحبش نتكلم عندي فيديو المو يظهر لي تصريح سمعته الكل ثم ناس تحكي على الكوره ما تفهمش في الكوره وغيره وانت سمعته والابليكاسيون دو ريزلتا وغيره فما ديتاي عجبني فيه اللي كونه اللي قال فما ناس ما تعرفش تلعب الكوره وتقيم ده. هو سيفري ومش كان هو بركه قال راه حتى روبرتو باجو مره حكاها قال راني انا ما ساعات نشوف محللين ما كانوش يعرفوا يلعبوا يحكيوا على ملاعبيه اليوم صحيت وينظروا على اللاعبين يعرفوا يلعبوا به بقى يمكن انا ما نشاطروش الراي في حاجه اللي فما راه صحفيين قراوا المهنه ذي وراه فما مدربين ولا فما محللين عندهم الشهيد باش عندهم الحق باش يتكلموا لكن سيفريك فما زادة محللين اللي من عرش باراشوتي هو يقصد المحللين ولا الصحفيين خاطر حكى على المحللين اي محللين نحكي تو يعني فما محللين سيفريك ساعات تلقى محللين باراشوتي فهمت ما لبش شورت ما هو مش نحكي على صحفي تو نحكي على محلل ولا كان ملاعبي ولا كان مدرب ولا فهمت يعني ما لبش شورت ما هزش تيتروات ما لعبش في ان جران كلوب ما 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 ما, ما, ما عاش لي بريسيون مثلا تاع لي جران كلوب ما عاشش ما شدش ادجوان يمكن لكن جروسو مودو انا انت موافق 80% به طارق سؤالي باش نتعصف عليك مش بتعطي رايك باش تجاوب على السؤال سامحني خاطر انت طلبت كلمة هل تعتقد كونه ماهر الكنزاري استنى الفرصة هذه مباراة الترجي التونسي باش يعبر على الحاجات اللي كان يعاني منها لسنوات أثناء مروره بالمنتخب الوطني التونسي والفشل اللي رافقه ولا سوء الحظ اللي رافقه باش يوصل للجوز الأولمبيك ولا غيره من المسابقات الإفريقية؟ ماهر الكنزاري نعرفه أرجع من هكا برشا هو ظاهر كي يحكي شجاع هو اليوم راه سننيات الظاهر يقصد في ناس معينة يا أما أنا مانيش رئيس نقابة المحللين لا بتاع التلفزيون ولا بتاع الإذاعات ولا بتاع الجرائد ولكن أنا نعتبر من الشجاعة كي تحكي تجبد موضوع يزمك يا تسمي ولا ما تجمع ولا كي تحكي تخلي في المهمة وطبعا أنت راك تمس الناس كل والناس كل في كل في كأي مهنة ولا كأي قلم في الدنيا هذه فيه الطالح وفيه الصالح ولذلك كي تلم الناس كل هذا ما يسمى الشجاعة به اوكي هذا رايك وذاك وهذا راي اسامه لانه نهايه الندوه الصحفيه ماهيش عاديه الحقيقه وقت اللي كيفاش قام هو ماهر كنزاري ظهر كونه ثم برشا شارج هذه مباراه الترجي الرياضي التونسي والنادي الجزائري تعبنا برشا بيب دونك بارك الله فيك على الملاحظه تقال ما حقيقه ما يتابع الندوه الصحفيه صحيح 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 بون يمكن خارج اطارها بون كل واحد يتحمس وليه مادام قاعد ولابس لابس الوحده نتاع النادي بنزرتي وقتها في قلب الندوه الصحفيه واضح هذه مباراة الترجي والسيابي كما قلنا تلقاو الفيديوهات كاملة الخاصة بها على صفحتنا سبور باي موزايك ولو ثم لقطة نحب تعليق في خمسة ثواني اللقطة اللي موجودة على الباج فيسبوك متاعنا وقت اللي ثم ضربة بيبز كانت تجي في طارق ثابت ولكن مشي ماهر كنزاري حماية طارق ثابت عمري ما تخيلت نهار نشوف طارق ثابت تضرب بالبيبس اخر ملاعب كنت الرافي ملعبته في استاد تونس كل مش كان من جمهور ترجي ولا كل ما طارق ثابت من الناس المحبوبه برشا واكيد اسامه يشاطرني بالراي هذا غريبه كيف وصلنا للحاله هذه الحقيقه مهما كان التبريرات ماتش كما اليوم فماش علاش ما نعرفش شو اسمه الكنزاري يحمي فيه ولا يحمي في روحه الحقيقه ما نجمش نحكم برشا على الفيديو لانه ماخوذ من جانب واحد ولكن كانوا يحمي فيه عطيه الصحه ولكن طارق ثابت نورمالمون سمعته ومسيرته طويله تحميه المفروض ثم كومنتير من على الفيسبوك يقول لك مش نقراه كيما هو معناه يتحمس وليتو سيد اللي كتب ويقول لك العيب من الاداره اللي ما عملتلوش كونترا ومش واضح قاعد والا ماشي والا باش يواصل ولا باش يرجع مدير رياضي زاد حتى هذا راي من اراء واحد من احباء الجماهير الترجي التونسي واضح اسامه
خلي طارق ثابت على شير مدرب لعب في الفريق هذاك سنوات وهز معاه الألقاب وكان دومينو في الـ في الـ في الكيب في البوست هذاك تصير له الحكايه هذه توجع الحكايه وسورتو طارق ثابت راه فما لاعبين الفيديو نشوفوا فيه على صفحتنا على الفيسبوك فما لاعبين فما لاعبين تعداو فرق كبيره لكن طارق ثابت بالذات راه طارق ثابت شوف الاخلاق من احسن ما فما تاريخيا في البوست نتاعو طارق ثابت كي تعين كما توا السيد اللي عمل الكومنتير هذاك كي تعين هو اللي فاهم روحه باش يقعد ولا باش يرجع مدير رياضي ديجا ومن بعد نشوفوا اللاكت هذيا وفي ماتش ماهوش ما فيهوش انجو بصراحه حاجه تاسف به. هذه مباراة الترجي الرياضي التونسي والسيابين تعداو للمباراة الثانية ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم من الاثنين الجمعة من 6:30 للسبعة متاع العشية النادي الرياضي صفاقس يتعادل مع الاتحاد الرياضي المنستيري باش نسمعوا التصريحات فقط مش باش نعلقوا عليها التصريح الأولاني يجينا من نادر الهبيري هاو شنو قال دخلنا كيما يلزم المباراة خلقنا فرص عندنا ضربة جزاء الأولى اللي مع الحارس يعني واضحة كانت تنجم تقلب المقابلة دخلنا كيما يلزم تعرف في الشوط الثاني حاولنا التغييرات عملنا اللي علينا الحمد لله في الأخر كملنا ترشحنا للبلاي أوف نحضروا تو كيما يلزم للبلاي أوف عندنا 45 يوم باش نعملوا فيه إن شاء الله ميني بريباراسيون إن شاء الله اللاعبين شفنا احنا حتى في الأخر كملنا المقابلة بالسيف كملناها فما تعب لا اللاعبين ما عملوش تحضيرات احنا إن شاء الله باش نعملوا تو في الفترة هذه عندنا برنامج كامل حتى التحضير أعطيناهم دايرة وكل لاعب باش ياخذ برمجة خاصة به هو باش يمشي بها إن شاء الله ملتقانا نهار 18 نادر صفاقس كالعادة كيدخل التظاهرة راه يلعب كامل باش ياخذها إن شاء الله. بهذا نادر الهبيري يقول عندنا برنامج كامل التحضيرات هذه تقريب تقرا ما بين السطور اللي هو ثم مثلا مش باش يغادر نبيل الكوكي بما انه انا حسب المعلومات اللي عندي زاد كانوا عطاو برنامج على 45 يوم سيكل دو فورماسيون كامل سيكل دو بريباراسيون كامل وعوده البطوله وغيره دونك نشوفوا شنو باش يصير في قادم الايام. في المقابل هذا محمد الكوكي واللي في نفس الـ في نفس الـ في تقريبا المنهج زاد حتى امير الحزم كان علق في ميكرو زميلي فتحي بوجنحكي على التحكيم خلينا نسمعوا في 30 ثانيه محمد الكوكي علق على التحكيم مره اخرى ضربه جزاء احنا ما تكلمتش بعد الترجي يذكر مباراه الترجي ما حبش يتكلم شو قاعدين نتعرضوا المظالم الترجي الرياضي التونسي في المباراتين المباراه الاولى ضربه جزاء يعني غير مستحقه اثرت على نتيجه المباراه المباراه الاخيره زاد كيف كيف معناتها هدف مسبوق بمخالفه ورقه حمراء نتاع مريح ظهر لي الناس كل شافتها من فضلكم معناتها نتكلم توا قبل مرحله البلاي اوف راهي فما جزئيات صغيره باش تكون هي حاسمه كسوة في الحصول على اللقب ولا في الترتيب النهائي. هذه كانت اهم تصريحات مباراه النادي الرياضي الصفاقسي والاتحاد الرياضي المنستيري في ميكرو زميلنا فتحي بوجناح. ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم من الاثنين الجمعه من 6:30 للسبعه متاع العشيه. مقابلة أخرى تلعبت في المتلوي اليوم ضمن نفس المجموعة النجم المتلوي ينهزم على ميدانه أمام مستقبل الرياضي بالمرسى 1-0 هدف الغريسي. هذا توفيق زعبوب يعلق على ثلاثة مباريات اللي قاد فيهم نجم المتلوي. في مراجعة للإفكتيف عملناها في ثلاثة مباريات هذوما مش قيمنا شفنا الوضع وشفنا الأداء متاع اللاعبين الكل جربنا مش ولا واحد بعد ما يلومنا عليه شو كيفاش وإن شاء الله من هنا طول جلسة مع الإدارة مش نشوفوا الوضع. على ذكر الجلسة هذه توفيق زعبوب باش يواصل مع نجم المتلوي وإلا المباراة هذه آخر مباراة؟ والله السؤال هذا نجم تسألوا الإدارة ولا واحد كلمني في الموضوع هذا وإحنا ما جيناش على ثلاثة مباريات. باهي هذا يا توفيق زعبوب اللي قال ما جيناش على ثلاثة مباريات ولو أنه المعلومات اللي عن شبه مؤكدة كونه ثم جلسة غدوة مع كما كان يحكي كما سأل عماد التومي زميلنا مراسلنا في قفصة سأل توفيق زعبوب هل ثم صحيح خبر إنهاء العلاقة التعاقدية معلومة اللي عنا اللي ثم تفكير في الاستغناء وإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع توفيق زعبوب ثم برشا أسامي قاعدة دور من بينهم المدرب قيس العقوبي اللي مرتبط حاليا بعقد مع فريق في الجزائر ومن بينهم زاد سامي القفصي. في المقابل صهيب زروق المدرب اللي خذا مقاليد التدريب مستقبل مرسى بعد مغادرة عبد الستار بن موسى يفوز اليوم يحقق انتصار كان استنيته برشا مستقبل مرسى وهذا تعليقه في ميكرو زميلي عماد التومي. الحمد لله معناها جا الفيكتوار اللي قعدنا نلوجوا عليه معناها الديكليك بسيكولوجيك للولاد سيرتو باش نجموا نخدموا في اريحيه ونجموا موا يرجعوا الثقه في انفسهم وما عملنا حتى شيء معناها المرسى راه تستحق خير من هكايا والمرسى راه قدرها اعلى من هكا.
هذه مستقبل المرسى سهيب زروق فرحان بالانتصار في انتظار كونه يتم تعيين مدرب. ونذكر كونه كنا في موزايك أشرنا لكونه المستقبل مرسى اتصل بسعيد السيبي ولكن سعيد السيبي رفض بما أنه يحب يركز على الكاف برو وعنده عرض زاد من فريق مغربي. ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم من الاثنين الجمعة من 6:30 للسبعة متاع العشية. النادي الافريقي ينتصر 1-0 امام الاولمبي البيجي في مباراه رد بها رد عليه عن طريقها رد طيب المزياني على كل الاشاعات اللي كانت لاحقته في الفتره الاخيره عن طريق صفحات الفيسبوك. قالوا ليه متغشين عليه الهيئه معاقبته. اليوم دخل سجل هدف منذ الدقيقه 9. قبل ما نحكيوا عن المباراه هذا محمد الحاج علي في ميكرو زميلي ايهاب النفسي. فيكتوار هذه تريز امبورطون سورتو معنا بور لو مورال. بون كان عندنا لوبجيكتيف تاع دوزيام بلاس ما وصلنالوش مي الحمد لله معنا الرياكسيون تاع الاولاد معناها الحقيقه كانت باهيه. سورتو قلنا لهم معنا اخر جورني لازمنا نجيبوا 3 بوين تاعنا باش ندخلوا للتريف باكثر اريحيه. الحقيقه معناها بين الدوزيام تريزيام بلاس معناها 1 بوين ما نتصورش تكون حاجه كبيره في البلاي اوف. ان شاء الله توا عندنا تريف نسكل تحضر وندخلوا البلاي اوف معناها حاجه باهيه. ندخلوا البلاي اوف حاجه باهيه ونحضروا المرحله القادمه للبطوله. وسام ديكلاراسيون فيها برشا رجعنا الحقيقه حاج علي يعني ولد الكلوب اونسيان جوار عنده لي دوغري نتاعو الى سوجيري لي دو ماتش هذوما مش وحده بالله يا اسامه راه مع احمد التويري معناها يزم لا حتى لا 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 هو لو بريمي انترينور الاخر مع ادجوان احمد التويري هو لو بريمي انترينور لو بريمي انترينور هو اللي يتحمل المسؤوليه باهي ولذلك اون في لا بار دي شوز يعني هو بريمي انترينور الى سوجيري لي دو ماتش هذوما باش نقول انا نقول اللي الحمد لله أموا جاي تو جاي فترة نتاع راحة نتاع 7 أيام في النادي الإفريقي. نحكي لك يمكن حاجة اللي كونه رئيس النادي والمدير الفني سي كمال القلسي وصابر خليفة قاعدين يتشاوروا مع برشا ناس دي زونسيان جوار ناس مقربين من النادي الإفريقي على المدرب الجديد. ونعطيك جست سكوب صغير اللي قراو باش يكون تونسي ما فماش اجنبي ساعه لك ما تريش تعطيني السكوب. الناس اللي تسمع هي تحب الاخبار ماني انا سمعتك مره جبت على اترونجي يعني قلت لك انا قلت ما بين الاسماء المطروحه ايه هاني هاني لقيت اترونجي هاني لقيت لك الاترونجي خلينا تو باش يكون تونسي وفي السبع ايام هذوما باش تكون راحه. الراحه هذه باش تكون للاعبين لكن الهيئه المديره واللي دايرين بالهيئه المديره الكل مش باش يرتاحوا نورمالمون تو قاعدين يتشاوروا ان شاء الله باش يكون الشواء على كما قلت لك مدرب تونسي وانبيرا دي سي جمعه مرتبط بعقد مع فريق اخر مدرب تونسي هذا ان شاء الله دي سي جمعه تو سما دي سؤال معناها نوعدك بحاجه نوعدك بحاجه راهو اسم المدرب باش يكون اول ما باش يخرج باش يخرج من موزايك بالطبيعه لازم يخرج كم موزايك ما فيش كلام كيما العاده معناها مش حاجه جديده راهو اكثرش من هكا اي مش حاجه جديده كيما موزايك سبع ايام راحه اللاعبين باش يرتاحوا والهيئه ماهيش باش ترتاح قاعدين لاهين توا دي سي بداوا من توا حتى كشي السبع ايام هذوما وان شاء الله باش يكون مدرب في قيمه النادي الافريقي باهي وتونسي باهي سيدي مرتبط بعقد مع فريق اخر انا وين نعرف عاد انت تعرف تو لا لا انا قلت لك سبع ايام من سبع ايام اخرين انا عطيتك تونسي تو باهي باش نبداو نحسبوا هكا تو باش يبدا يحسب في الحسبه من توا سبع ايام بالضبط شي كلمك الو اجا لا نجم نقول حتى بعد ثلاث ايام باهي يا سيدي نجم نقول غدوه نقول لك باهي باهي طارق المباراه هذيا النادي الافريقي يظهر لي طيب المزياني بليتو نحب نركز على طيب المزياني اجاب بالهدف هذايا حتى الهدف كان جميل حقيقه اجاب بالهدف هذايا على كل التشكيكات اللي صارت في دقيقة خطر عند سؤال على الأولمبي البيجي هو هذيك خدمته النادي الإفريقي تعاقدت معاه باش يسجل الهدف مش باش يجاوب حتى حد اللي جابه نتاعه أنه يخدم خدمته وأنه يكون موجود وقت يسحق النادي نتاعه وقت يسجل لأنه كمهاجم لازم يسجل لا وكان بليسي راه سي أن فو بروبليم يعني مش كل حاجة تقرا في الإنترنت هو جاوبهم راه هو كان طيب مزيان يجاوب هذيك الغلطة اللي عملها نقولوا كانوا مظلوم في البوليميك اللي تحلت ولكن راه ماركي راه مش مزيان منهم هذيك خدمته النادي الإفريقي فقط زاد باش نختم على المباراة هذه باش الناس اللي تسألنا من حق جماهير الأولمبي البيجي كونوا يكون عندها تصريحات الأولمبي البيجي ولكن الفريق امتنع على التصريحات حسب مراسلنا في الجهة إيهاب النفزي. معلومة ثانية نسوقوها للأمور التعاقدية مع مراد العقبي يظهر لي ماشية في طريق كونه باش يتم فسخ العقد بالتراضي ما بين الزوز أطراف هذه كلها إمكانية في انتظار شنو باش يصير في قادم الأيام لحظات وباش نحكيو على مباراة مستقبل سليمان والنجم الرياضي الساحلي. ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم من الاثنين الجمعة من 6:30 للسبعة متاع العشية.
قبل مباراة مستقبل سليمان والنجم الرياضي الساحلي فقط نحب نعطيك معلومة أسامة بدون تعليق، معناها جست خذ معلومة كما هي نسمعكم من جاوب أي ميسالش صارت عملنا شاور راه الديكتاتور راهو البارح سيد علي المخرج الإذاعي نتاعنا عطانا اسم مدرب للنادي الإفريقي. لا لا عادي تلاقيها في جمعيته هذاك اش مدخلنا فيه لا تلاقيها في جمعيته خويا هاكا هاو ريت كيفاه مش هذاك علاش ما يزمكش المستقبل السليماني يفوز على النجم الرياضي بليتون المستقبل السليماني ينهزم على ميدانه أمام النجم الرياضي الساحلي 2-1 النتيجة هذية تخلي كونه النجم الرياضي الساحلي يمر في المركز الأول بثلاثة نقاط حوافز. الأهم في المباراة هذية حسب اعتقادي هو الهدف الجميل والرائع اللي كان سجله أسامة عبيد اللي كان يعاني في فترة أخيرة من جماهير النجم الرياضي الساحلي ثم برشا ضغط. نسمعوا ساعة قبل الليتوال نسمعوا أنيس بوجلبان شنو قال عن المباراة هذه. اليوم الثالث ماتش كونفيرم اللي احنا موجودين نخلق في الفرص ننبوزيو في لعبنا هذه حاجة باهية. باقي تو بيان سور فما فترة لازمنا نستغلوها كما يلزم باش ندعموا فريقنا. ثلاثة مباريات كان ديجا ثلاثة تلفزيون وشفناهم كمية الفرص كبيرة برشا. ما ننساوش اليوم الثالث ماتش نلعبوه في جمعة، تعرف انه كي تلعب ثلاثة مباريات في أسبوع أو اللي يعمل فارق هو الرصيد البشري. احنا تري ليميتي بالإصابات الموجودة بالإفكتيف اللي ما هوش ثماش برشا خيارات. باهي هذه التصريح حديث بوجبان في المقابل هذا تصريح سيف غزال في ميكرو زميلنا خالد الهرقام. صار مهم ثلاثة نقاط ما كانوش سهلين بعد المرحلة الأولانية كانت صعيبة شفنا فيهم برشا تقلبات سواء على مستوى النتائج ولا حتى على مستوى المجموعة. ما ننساوش اللي عندنا إصابات عندنا غيابات لأسباب متعددة كما اليوم برشا غيابات في النجم الرياضي الساحلي. نحب نسك على النجم الرياضي الساحلي استحق الانتصار اليوم هذا أمر مؤكد منه. فقط استرعى اهتمامي التصريح نتاع أنيس بوجلباني يقول ثلاثة مباريات في أسبوع بالنسبة لي نحن ما نجموش نجريو النسق هذايا بالرغم اللي وصلنا برشا للكاش. لا مستقبل سليمان تنجم تجري النسق هذا ولا الفرق الأخرى قلناها وعاودناها ألف مرة النظام هذا نتاع بطولة نظام فاسد اللي يخليك تقعد شهر ما تلعبش ومن بعد تجي فرد مرة تلعب ثلاثة ماتشات في جمعة في 10 أيام. معناتها الحقيقة إن شاء الله الراحة هذه متاع الجمعيات اللي بشلوج على انترنت وتكون زاد المكتب الجامعي ولا الرابطة ولا اللاهين بالكرة يبدلوا أمورهم خطر ماشيين في ثنية خايبة برشا وكان قاعدين نشوفوا في النتائج ونشوفوا في الحالة. واضح كل باهي واضح. المقابلة الأخيرة هي مقابلة الاتحاد الرياضي بن قردان وقواف القفصة هذا تصريح رمزي جرمود في ميكرو زميلي نبيل حداد. بالنسبه لنا احنا لو بلوز امبورطون ولا المهم هو خذينا لي 4 بوين تاع البونيس اللي باش تخلي ليكيب ان شاء الله تخدم في راحه البلود الجاي ان شاء الله. وهذا جهاد زروق زاده مدرب قواف القفصه يفسر الهزيمه في ميكرو زميلي نبيل حداد. تعرف الكره اللي تغلط تخلص غلطنا احنا في برشا معناها كور هذوكم اللي كانوا معناها هما اللي جابوا الاهداف ما نجمناش نرجعوا في الماتش تمسينا مورالمو تعرف سكور كبير بريمير ميتو تاثرنا شويه بغيابات برشا. خمسة أهداف في الشوط الأول في الشوط الثاني مثلا ما حتى هدف. أربعة أهداف كان سجلها نسيم سيود. المعلومات اللي عنا تقول كون القوافي القفصة منقوصة من 9 لاعبين لأنهم رفضوا التحول إلى بن قردان بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم. موضوع ذا أكيد تنرجعوا له في الأيام القليلة القادمة. لحظات نمشيو نختموا البرنامج بالمافيولا. ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم من الاثنين الجمعة من 6:30 للسبعة متاع العشية. عادل زهمول مرحبا بك. عادل الو مرحبا انت اهلا بك بك احمد على المباشر. ايوه رد لك به مرحبا بك سي عادل. اهلا بك احمد. اهلا طارق. اهلا اسامه. اسامه عندك جمعه بريتوش. اهلا وسهلا عادل. قول انا عادل يعيشك يعيش حبيبي ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ان شاء الله اسامه يجيب لنا خبر قبل 7 ايام ان شاء الله. هكاك انت وياه تنجم تاخذ خبر حتى بعد دقيقتين من عندك انت تحب زوبه توفى ليميسيون. هاي نمشيو نبداو بمباراه شكون؟ شوف اي باش جوست احنا باش نعطي هيك لمحه صغيره. راهو معناها كي تسمع اي بيان سور كي تسمع الاسامي هذه الكل راهم ماهمش معناها الكلهم صغار صحيح الكلهم جدد فهم ميم حتى معناها اكبر من هيثم قيرات راهو معنا باش نبداو كلير هما اسامي جديده الحقيقه صحيح. شوف ما باش نقاوم في الكان الجاي عادل ونقاوم في كوب دي مونت الجاي انا شوف اذا كان انا نشوف دي زربيتر هذيا كمل مثال شلي اغسل لي مثال جاوب طارق هنا اذا كان نشوف لي زربيتر كيما هكا ونشوف معناها لي زربيتر اللي عندنا
يعني لا عنا حاضر لا عنا مستقبل يعيشكم فمني باش نبداو معناها كلام. تقصد حتى ما حتى جاب ولادهم يحكموا موش ما فماش مستقبل؟ معناها خوف لي برشا تحكيم التونسي. شكون جاب ولادهم؟ لحظه يا عاد شكون جاب ولده؟ فما شكون جاب ولده؟ فما شكون جوني يقرب له؟ لا كيما تعرفوا لا لا ما نحبش هكاك اما نقول انا لي زربيتر ماهمش لو كاليبر اللي نحبوا عليها احنا. يا عاد اعطيني المباراه تبدا بمباراه الترجي. ليسبيرونس سي ابي عبد السلام ماني من مستير ثم مطالبه بضربه جزاء للمدافع نتاع نتاع سي ابي المهاجم نتاع سي ابي ما كانش ثم اي اون باس ما كانش ثم خاطر الملاعبي اون ريكولون طاح لكن في الدقيقه 88 الحكم يعلن على ضربه جزاء بالحق معناها نعرف احنا اللي اليد راهي ماهيش مخالفه في حد ذاتها اليد راهو ما تولي مخالفه الا ما يكون ثم دفع والا مسك وحتى يا سيدي نمشيو في اللي مخ الاربيتر انه فما 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 حاجه صار ثم كونتاكت صار هو البرة من 16 متر 50 لكن ما فماش كونتاكت زيد فوق هذايا يزفرها من بعد يمكن 30 متر يا عادل يا عادل يا عادل لحظة لحظة يا عادل يا عادل تمشي واحدة واحدة يا عادل يا أحمد يا أحمد ما ندخلوش برشا في تفاصيل ما عندناش وقت ضربة الجزاء صحيحة ولا غلط هاي برا عادي ماش ما فماش بالكل معناها عليه ما فماش بالكل ريديكول بالنسبة أنا أربيتر معناها يحب يوصل ويحب يكون معناها برمي ليزربيتر اللي باش تزفر في الآ نمشي الماتش ليتوال والمسير حسام ليتوال حارس من الكيف عمل مباراة محترمة ضربة جزاء صحيحة وضربة جزاء اللي طالبت بها ثم مسؤول من نادي رياضي بنزرتي ثم مسؤول من نادي رياضي بنزرتي بعث لي تصويرة توا قال لي وري العادل اللي راي ثم ضربة جزاء في الموضوع هذا في اللقطة اللي تحكي عليها اللي قلت لك في الدقيقة 44 اللي معاه أسامة السيلي اللي معاه أسامة السيلي سي تي ان دويل تو تقول لي ما تدخلش في التفاصيل حاب ندخلوا معاه في التفاصيل في الدقيقة 44 المهاجم كان عاتي بظهره ويجري اون ريكولون بالطبيعة التصويرة موجودة تلقاها توا على صفحتنا على الفيسبوك على التو اللي تفرجوا فينا بسرعة وقت اللي كالي الكرة نتاعو سي اوتوماتيك فهمني انه الملاعب باش يطيح مش جاي ملاعبي معناها يطيح سي كو ثم ضربة جزاء باهي التصويرة موجودة التصويرة موجودة على صفحتنا على الفيسبوك اللي قاعدين يتبعوا فينا توا معناها بلنتي نحكيو على التصويرة نعطيو حق الرد للعباد عادة 7 دقيقة شنو اخر مباراة اللي بعدها لطون للعباد تشوف التصويرة من غير ما ندخلوا في ديتاي مباراة السي ابي شو اسمه باش الكلوب ماتش باهي ما فيش معناها برشا مشاكل كيف كيف زاد ماتش الصوره موجوده اللي يشوفوا كونتاكت ما بين السيلي ولاعب الاولمبي لاعب نادي بنزرتي تفضل عاد هذيك هي في الدقيقه 44 مثال زيد تقول لهم ماتش المرسى والمتلوي كيف كيف وسام شعيرات عمل ماتش محترم ماتش بن قردين حسام الحاج علي مش مجدي الحاج علي هو ولد عمه عمل جرون ماتش محليه فل فمني اللي وفيها 5 بلاش هذا على مجدي بالحاجة عليه الاهداف كلها صحيحه كلها صحيحه كلها صحيحه فمني لي ديتاي تون نزيدو نحكيو فيهم اكيد باش نعاودو نحكيو فيهم تقام مع مكي اكيد في الركاب ديما جين تكون نهار احد ان شاء الله تكون موجود عادل بارك الله فيك وسامحني على الوقت يا عايش بارك الله فيك شكرا للناس الكل نعتذر من مراد الدريدي لثاني يوم على التوالي نعملوا ديباسمون تاع دقيقه ولا اثنين ولانه بدينا مخر شويه مثالش طارق مشكور شكرا اسامه على خاطر زربنا برشا اليوم مشكورين الناس الكل شويه اخر الاخبار مع مراد الدريدي ثم شاكر في موزايك بلس